ميكرو فريد مع انفاس كما العاده. خرجنا الشوارع ديال الدار البيضاء باش نسولوا الناس واش المغرب يقدر يعيش بلا حكومه. الا بغيتوا تعرفوا الاجوبه ديال الناس خليكم معنا بكل تواضع. السلام عليكم. عليكم السلام. استاذي واش يقدر المغرب يعيش بلا حكومه؟ طبيعه الحال وكانت تجربه من قبل، التجربه ديال بن كيران في البلوكاج بينه وبين اخنوش، علاش المغرب ما حسيناش باش كاينه حكومه ولا ما كاينش؟ بخصوص هذه القضيه ديال الحكومه، ما حكومه كانت واحد التجربه في بلجيكا اكثر من سنه ودازت، دوزوها بلجيكيين عادي، انت هما عادي. اللي بغيت نقول انا الدور ديال الوزاره ولا ديال الحكومه كيكون دور، تيبان لي انا دور صوري، فين كاين اللب ديال شكون اللي كيحكم بالضبط وشكون اللي كيسير الامور، هما الكتاب العامون. حيت في اي وزاره كيمشي وزير ويمشي وزير، والكتاب العامون الناس اللي خلف الكواليس ديال اي وزاره هما اللي كيشدوا المساله. اما مساله حكومه غير الوان، هذا حزب، هذا احمر، هذا خضر، هذا ازرق، وغادي بحال هكاك. انا كنظن خلاصه الخوض، من الاحسن كاع المغربي يعيش بلا حكومه. عادي يقدر يعيش بلا حكومه، اصلا الحكومه راه ما عاطينا والو، راه بحال كاينه بحال ما كاينهش، احنا عايشين بخير اصلا. ولكن ما كانش عاوتاني راك شرا نعيش، يعني لما كانش الحكومه المغرب غيعيش مزيان. مزيان. وباش عرفتيها؟ وراه شو دابا شنو داير لينا هاد الحاله ديال جواز اللقاح وهادشي اللي داير لينا، راه كامل من الحكومه. هما السبب، هما السبب في هادشي كامل. وباش عرفتي هما السبب؟ وانت كتشوف دابا كنبغي ندخلوا كندخلوا للمارينا كيقول لك جواز اللقاح، كتبغي تدور شي بلاصه جواز اللقاح باش يفيدنا جواز اللقاح بوالو. بطبيعه الحال اللي حقاش ملي كنشوفوا هاد الايامات الكثريه في هو الايام الاخيره، وانا كنشوفوا تسيرت بحال عشوائيه وشي بعشوائيه، ملي كنشوف بحال بدون نظام بدون قانون بدون بحال شي بحال شي الناس كما تنقولوا حنا بالدارجه ضامه، شي حاجه سير هنا سير هنا، ما بقيناش كنشوف واحد التسيير حكومي والتسيير النظامي وبالقانون، والانسان الحكومه كتعرف ما لها وما عليها واش القانون والمسائل ديال الطبقه الشعبيه. هادو بحال اللاعبين ضامه، بحال اللاعبين هذا كيبان لي سير الدين صافي، سير هنا دخل انت دير هادي حط هادي هنا جي هادي دير هنا، هذه هي الطريقه اللي كيبان لنا. اما اذا كان واحد النظام غتكون تحت الطريقه والسيطره ديال صاحب الجلاله نصر الله، كان كلشي، لان حنا كنشوفوا المعمار وكاين المسائل ديال اللي تتبع صاحب الجلاله كلها، البنيه التحتيه، الهندسه، هاد لي سوتيران، هاد الصناعات، الصناعه الحمد لله متطوره والمغرب غادي في التطور، ولكن كاين هناك جهات اللي كتبغي تحطم هاد المعنويه وهاد التقدم وهاد الشيء اللي كيعطي صاحب الجلاله. هنا كنعرفوا بين جهات حنا ما نكرهوش كلشي تسير يكون تحت صاحب الجلاله ومسيرين تحت النظام ديال صاحب الجلاله، لان هاد الشيء اللي كنشوفوا اللي نعيشوا السيبا وفوضى وعشوائيه، ما تيبان لنا فيها لا تسير لا حكومه في حقها لا والو. مقتنع بان المغرب يمشي بلا حكومه؟ انا يمكن بمسيد من تحت صاحب الجلاله، بتعيينات بتعيينات من صاحب الجلاله باش نمشيو كما كنا كنمشيو شحال من عام هادي، وتنقول لك الشعب كله كيعرف الملك والملك تيعرف الشعب. خويا المغرب دابا في اسميتو على واحد الناحيه ما يقدرش. علاش ما يقدرش؟ حيت الحكومه راه كتكالي بزاف، بزاف من الحاجه ما كنعرفوهاش حنايا وهما كيكاليو علينا. كيعرفوها هما، حنا ما كنعرفوهاش. فاش كيكاليو علينا هما؟ بزاف، بحال الحروب، بحال الدول الاخرين، فهمتي؟ دابا الحكومه كتمشي تحارب. ماشي هي كتمشي تحارب، وانما هي كتكالي. كتكالي. واه. الله يعفو عليهم. امين. لا يمكن العيش بدون حكومه، لان الحكومه تعتبر مؤسسات من مؤسسات المجتمع. لتكوين الدولة ولتكوين البلاد. وعلاش ما تقدرش تعطينا شي مبرر؟ لأن الحكومة مؤسسة اللي كتسير البلاد مع مؤسسة الملكية مع مؤسسة البرلمان، إذا هناك العلاقات بين مؤسسات لتمثيل الدولة ذات الأبعاد القانونية ذات الأبعاد الاجتماعية بكل تواضع. بكل تواضع.